مشروع حي روز فيليج هو عبارة عن حي متكامل موجود في منتجع مسقط هيلز، يتكون من 39 وحدة سكنية على نظام التاون هاوس في منطقة ترفيه في المشروع، طبعا خارجية. معظم الوحدات السكنية تطل على ملعب الجولف، في مسابح خاصة لمعظم الوحدات السكنية، في مصاعد حسب الطلب. الغرف يتكون من 3 إلى 4 غرف نوم، من 250 إلى 300 متر مربع في المشروع. مواقف خارجية، مكان للعب الأطفال، ممشى للأفراد بالدراجات الهوائية، صالة رياضية مفتوحة. فالمشروع يعتبر حي متكامل. من ناحية التملك، التملك هو حر للعمانيين وغير العمانيين، يمكن يتملكوا في المشروع. أعمال إنشائية ستبدأ في شهر 9 2018، وفترة المبيعات بتكون متوفرة للحجوزات من الحين. شركة ريزون العقارية بتكون المسوق الرسمي للمشروع إن شاء الله. إن شاء الله نحن حملتنا التسويقية بتبدأ من بكرة إن شاء الله، وتستمر خلال الأشهر القادمة. شهر رمضان عندنا بعض الأشياء المميزة من قبيل أنه بيكون عندنا في كل ويكند 3 أيام بيكون عندنا مثل موقع للتسويق، كيوسك في المولات الرئيسية. فيومين مرتين بنكون في أفنيوز مول ومول وفي سيتي سنتر أيضا بنكون موجودين. إن شاء الله عندنا برامج أيضا للتسويق خلال فترة الخريف في صلالة إن شاء الله، وأيضا خارج البلد. فإن شاء الله نتوقع أن فترة التسويق حافلة إن شاء الله.